Génération Digitale, la bonne radio Shams FM, il est temps avec Abishnaki au Digital, il est temps Abishnaki au Mazemin Semi Ben Mansour, l'instant Digital. L'instant Digital. Semi Aslam. Ahla Anis. Ça va, vous allez bien? Très bien, et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça va très bien. Alors, Sami, l'youm Abishnaki ou Ala, le soft skill, c'est ça? نحكيو على soft skills أما باش نحكيو زادة على digital والعلاقة ما بين les soft skills والديجيتال. Très bien. Allons donc. Allons donc. Alors, c'est Anis. En fait, يقول قائل a priori ما فماش علاقة ما بين les soft skills والديجيتال. علاش؟ خاطر soft skills هما شنو هما المهارات الفردية الناعمة soft. ماهمش هارد تنفسر الفرق بين الهارد والسوفت محلاها بالعربي الناعمة فوالا فينو هكا فينو في العباد فينو دونك والديجيتال يقول قائل ديجيتال تكنولوجيا ودي دوني وبيك داتا وانتليجونس ارتيفيشال شنو دخلها في لي سوفت سكيلز شنو دخلها في النعومة ماهيش نعومة هذايا اي بون فوا فواغ كو فما علاقة وطيدة ما بيناتهم الجوز ألو نحاول نفهم شنو معناتها لي سوفت سكيلز ألو تو دابور باش نفهموا لي سوفت سكيلز نفهموا لي هارد سكيلز لي هارد سكيلز هما لي كومبيتونس دور القوية الصلبة ألو هذوما لي كومبيتونس دور منين يجيونا يجيونا من لا فورماسيون إنيسيال معناتها المكتب والجامعة ولا لا فورماسيون بروفيسيونيل وسهل ياسر باش نتحصل عليهم علاش خاطر العباد الكل يقرا والعباد الكل ياخذوا ديبلوم صحيح ولا لا؟ ايوه سي فري الوغ ينجم الديبلوم هذاك يكون في الانجينيوري انجينيور فينانس لوجيستيك اتسيتيرا اما الكلهم دي كومبيتونس دور هارد سكيلز لي سوفت سكيلز باغ كونتر صعاب باش نتحصل عليهم علاش؟ على خاطرهم مهارات دي كومبيتونس سبيسيفيك ا شاك بيرسون كل شخص عنده لي سوفت سكيلز نتاعو وما يقراش في المكتب باش يتحصل على سوفت سكيلز منين يجيو سوفت سكيلز يجيو من ليدوكاسيون من التربيه بوك وامك والمكتب والانفيرومون نتاعك دونك يتيدوك يربيوك يجيبولك مهارات يجي من ليكسبيريونس انديفيديوال من التجربه الفرديه كيفاش الانسان تعامل مع المجتمع مع الانفيرومون مع عائلته اتسيتيرا ويجيو من الفيكو سيتادير كيفاش الانسان يعيش لي سيتواسيون كو سوا في الدار في الخدمه في الشارع مع الاصدقاء اتسيتيرا لي سوفت سكيلز الخاصية نتاعهم صعيب انك باش تفطن بهم ولا باش تعرفهم نوتامون في ان انتروتيان دو ريكروتمون هذاك علاش لي ولا فما دي زوتي تري سوفيستيكي باش لازم نعرفوا لي سوفت سكيلز بالضبط و لي سوفت سكيلز مالغري لو فيت اللي نجموا يكونوا ماهمش موجودين فينا من قبل كيما قلنا في ليدوكاسيون في التجربه اكسيتيرا نجموا نتحصلوا عليهم ولا نجموا نوريهم بالفورماسيون معناتها ينجم سوفت سكيلز ما عندناش ماهوش موجودين عندنا ولا ينجم يكونوا موجودين عندنا مخبين ما نعرفوش هما موجودين. اون فا لي ديكوفري من بعد معناها. بالفورماسيون، الفورماسيون هي اللي تخلينا اما نتحصل عليهم ولا نكشفوهم. اما هذايا يتطلب اون بريز دو كونسيونس، وعي، حالة وعي كيما نقولوا، اوكي؟ البريز دو كونسيونس هذايا انك تكون قاعد وتفطن اللي عندك سوفت سكيلز، كيفاش تفطن؟ مش وحدك تبدا قاعد وتفطن. فما وضعية جات خليتك تفطن اللي عندك سوفت سكيلز. اما هالبريز دو كونسيونس حاله الوعي هذيا ساعات طول باش تجي حاله الوعي معناتها تجيك حاله الوعي مش اليوم دونك كيلكو زاني في عمر متقدم مش مهم هذايا خاطر المهم انه اون فوا عرفت عندك سوفت سكيلز تنجم تحسنهم وتستعملهم انا غير نتفكر يا كيلكو زاني في جامعه جبت البي دي جي تاع مايكروسوفت تونيزي باش يعمل كونفرنس ليزيتيديون تاع الانفورماتيك الوغ لي ستوديون تاع الانفورماتيك كانوا يستناو ديسكور على التكنولوجيا والانفورماتيك اتسيتيرا وفرحانين بالبي دي جي تاع مايكروسوفت باش يعلمهم حاجات في دومينهم البي دي جي تاع مايكروسوفت ما حكيش بالكل على الانفورماتيك ولي ستوديون غزبت لهم وجوههم ايزيتي ايتوني بيتي الوغ قال لهم تو سامبلومون في دقيقه راهو لي كومبيتونس نتاعكم هذوكم لي ديبلوم ساهلين ياسر بس تحصل عليهم بالقرايه تبقى قال لي سوفت سكيلز هما لي بلو ديفيسيل اكيرير وهما اكثر كومبيتونس دوموندي اي كومبري في مايكروسوفت وفي الشركات العالميه تاع الانفورماتيك معناتها لو بلوس كي باش تعطي القرايه كل الناس كل تنجم تقرا اما البلوس هو لي سوفت سكيلز اتون شوفوا لي سوفت سكيلز اكثر من البلوس ال سون فوندامونتال اه داكور الو اكثر من 99% من لي ريكروتور معناتها كان فما سوفت سكيلز ما يريكروتيش الكانديدا
انفليكسيبل، لازم يكون ديجا يكون عنده شخصيه. باغ كونتر كي يبدا ما عندوش الدبلوم اللازم ولا حاجه، 45% منهم يسون با اكزيجون، يقول لك مش مشكل الدبلوم نجم تحصل عليه بالفورماسيون. هذا سولون اون ايتود ريجيون جوب في فرنسا. الوغ توا شنو هما لي شوفت لي سوفت سكيلز بصفه عامه؟ لي سوفت سكيلز راهم متعددين ياسر وما نجموش نذكرهم الكل. نبقى باش نذكروا لي برانسيبال، الليدرشيب، القياده. باغ اكزومبل ناخذ ليزومبل سامبل، بورقيبه ليدر شفتوه الكل كيفاش يتواصل مع الشعب نتاعو، الشعب نتاعو يتبعو. دونك الى ليدرشيب، عنده فن القياده. المانجمنت كيفاش تجير اون ايكيب في انتربريز، كيفاش تحسن لها المردود نتاعها، كيفاش تحفزها، كيفاش تمشيها في اوبجيكتيف واحد. هذاك يتسمى المانجمنت. مش العباد الكل عندهم لانتيغراسيون دون ان جروب اي ليسبري ديكيب، مش الناس الكل ينجموا يدخلوا في جروب يتواصلوا معاه ويكون عندهم ليسبري ديكيب، معناتها ينسجموا في الجروب ويمشيوا مع الجروب، مش ناس كل فما عباد يعيشوا من زاوين. لا كوميونيكاسيون افيك اسيرتيفيتي، معناتها التواصل باحترام الاخر. ديجا التواصل مش ناس كل يعرفوا يتواصلوا مليح، فما عباد يتواصلوا خير من عباد اخرين. اما زاد افيك اسيرتيفيتي معناتها تحترم الاخر، معناتها تتواصل معاه وتسمعه وتحترم ذاته وشخصيته اتسيتيرا. في الكوميونيكاسيون سي تري امبورتون. لامباتي، الوغ لامباتي هي القابليه نتاعك باش انك تحط بلاصتك في بلاصه الاخر، تحط روحك في بلاصه الاخر باش تحس شنو اللي يحسوا، خاطر نتواصلوا خير مع العباد كي نحسوا شنو يحس الشخص الاخر. لانتيليجونس ايموشنيل، الوغ هذه نحب ناكد عليها مليح، الذكاء الحسي، انتيليجونس ايموشنيل. فبرشا نوع تاع الانتيليجونس، انا باش نركز على الانتيليجونس ايموشنيل، هي سوفت سكيلز مهم ياسر. شو معناتها الانتيليجونس ايموشنيل؟ الانتيليجونس ايموشنيل معناتها كي انت تعرف الاحاسيس نتاعك وكونسيون بيهم، وتعرف الاحاسيس نتاع الاخر اللي تتواصل معاه، والمعرفه هذه تخليك تحل لي كونفلي ما بيناتكم. اوكي، تفهم الاخر عن طريق الاحاسيس نتاعك. هذه الانتيليجونس ايموشنيل راهو ما نحكيوش عليها برشا. باغ كونتر احنا باش مستنسين في المجتمع نتاعنا خاصه بالانتيليجونس اناليتيك. شو معناتها؟ معناتها واحد عنده 18 موين في القرايه و19 اتسيترا ونفرحوا بهم ونحطوا تصاورهم في الجرايد. هذاك هذاك شنو نعرفوا في تونس نحن نحبوا؟ هذاك الانتليجونس اناليتيك، معناتها يعرف يحلل. هذاك اللي سانكشوني باغ ان دبلوم وبنوت. الوغ شنو نقول؟ انا نقول لي بارون، الوالدين، نو بانيكي با، ما تدخلوش بعضكم. حتى لو كان ولدك ولا بنتك عندها موين مش خارق العاده ولا حتى متوسطه، راو تلهاو باللي سوفت سكيلز نتاعها ملي هما صغار. شنو معناتها؟ حطوهم في السبور، السبور يعلمهم سوشياليزاسيون وسبري ديكيب. حطوهم في ليزاكتيفيتي كولتوغيل وارتيستيك، ليزاكتيفيتي كولتوغيل وارتيستيك يخليهم يتفتحوا، يحلوا مخاخهم والكرياتيفيتي نتاعهم تكبر ويعملوا برشا حاجات هايلين. دخلوهم في الدومين اسوسياتيف باش يتواصلوا مع عباد اخرين، يتعلموا يعملوا على رواحهم، يتعاملوا يكونوا في اوبتيك تاع مشروع. دخلوهم في كلوب، لي كلوب دو فاكونس، ديفيرون كلوب. كي انتم فو كولتيفي لي سوفت سكيلز تاعهم من الصغر، تو يكبروا يولي عندهم دي سوفت سكيلز مهمين. وحتى كان ماهمش قويين في القرايه، تو نشوفوا مؤسسات ما تخرجش الموين، تخرجوا لي سوفت سكيلز. لي سوفت سكيلز مش العباد الكل عندهم. العباد برشا عباد ينجموا يجيو قويين في القرايه، مش برشا عباد عندهم لي سوفت سكيلز. ماهوش ارتيستي ينجم يكون في مخه باغ اكزومبل، صحيح؟ يعطيك وسع بالك معايا انيس، وباش تعطيني شويه وقت زايد خاطر مهم باش نقولوه. فما سوفت سكيل اخر، سي لو سونس دي سيرفيس. تمشي القهوه ولا تمشي ريستوران، تلقى سيرفور يفرح بيك تقولش عليك استقبلك في داره. زي مش موجود عند عباد الكل. وزاد كي مش موجود عند السيرفور نجمو نفورميه باش يولي عنده لو سونس دي سيرفيس. داكوردو، لا بريز دو ديسيزيون، انك قادر تاخذ قرار. مش العباد الكل قادرين ياخذوا قرار، سورتو في سيتياسيون دو ستريس. فما عباد يبردوا دمهم وياخذوا وقتهم ويحلوا المعلومه وياخذوا القرار الباهي. لا كاباسيتي ا ريزودغ لي بروبليم كومبلكس، القدره على وجود حل مشاكل معقده. الشركات الكل، واش شركه دخل عبد يخدم عندها؟ انا خاطر فما برشا مشاكل في الشركه، مشاكل متعدة، ودخل عبد يخدم عندنا مش على الدبلومات نتاعو، على خاطر هو ينجم يحللها مشاكلها، وهذا سوفت سكيلز. لا فليكسيبيليتي، القابلية أنك تكون تتأقلم، أوكي؟ تادابتاسيون. الفاكولتي دادابتاسيون كيف كيف سي ان سوفت سكيلز. لا نيغوسياسيون، القدرة على المفاوضة. في الحياة نتاع كل يوم ديما عندنا مفاوضة مع البياع، مع أمك، مع أبوك، مع صاحبك، وفي الشركة تتفاوض مع عباد الكل. دونك فما عباد عندهم قدرة على المفاوضة، هذه سوفت سكيلز مهمة. في الآخر عندنا دو سوفت سكيلز مهمين ياسر، لا جيستيون دو ستريس، أنك تبرد دمك
وتجي لي ستريس نتاعك تتصرف بطريقه سلسه ولا جيستيون دو طون اي دي بريوريتي مهمه ياسر. الوقت نتاعنا محدود لازم نعرف كيفاش نتصرفوا فيه ولازم نعرفوا كيفاش نعملوا الاولويات نتاعنا. الوغ لينكدين عملت اتيود خرجت لي 5 سوفت سكيلز ريشيرشي باغ لي زونتربريز اللي هما الانتيجنس ايموشنال اللي حكينا عليها الادابتابيليتي معناتها الفليكسيبيليتي لا كولابوراسيون كيفاش تنجم تتعامل مع بعض الاخرين تكولابور معاهم معناتها تتواصل معاهم اكثر من التواصل انك تتعاون معاهم باش تقدموا مشروع ولا تحلوا مشاكل. لا بيرسواجيون كيفاش تنجم تقنع عبيد مهم ياسر انك تعرف تقنع عبد خاطر عبد مش ينجم يقتنع ديريكت بالفكره نتاعك دونك لازم تعمل مجهود تقتنع تقنع العبد هذاك وهذه سوفت سكيلز مهمه. لا كرياتيفيتي القدره على الخلق بديع سوفت سكيلز مهمه هذاك علاش انا انسيستي على لي بارون باش يحطوا ولادهم في ديزاكتيفيتي ارتستيك كي اوغمونت لا كرياتيفيتي من الصغر يبداو كرياتيف دونك يكبروا يقعدوا اكثر كرياتيف. الو علاش توا لي سوفت سكيلز يطلبوهم المؤسسات؟ وهنا باش نحكي على حاله مهمه ياسر ونعيشوا فيها في تونس اليوم. الدومين تاع الانفورماتيك متطور ياسر في تونس وعندنا برشا سوسيتي في الاي تي في لي سيرفيس دافورماسيون والسوسيتي هذوما الكل ريكروت بوكو 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 دانفورماتيسيان ولي زانفورماتيسيان التوانسه نتاعنا تلمون باهيين يمشيو حتى لفرنسا اوروبا ويهربوا في دقيقه. اوكي الو بقى اليوم ما تنجمش تريكروت انفورماتيسيان جوست خاطر قوي في الانفورماتيك. علاش خاطر الانفورماتيسيان يفو كي ليفولي دون اون ايكيب لازم يكون عنده دي زوبجيكتيف يحقق لا بيرفورمانس لازم يعرف يموتيفي لازم يعرف يجيري. دونك ان انفورماتيسيان كي ان شيف دو بروجي يستحق بوكو دو سوفت سكيلز. هذايا نداء للمؤسسات نتاعنا نتاع الانفورماتيك باش يريكروتيو لي زانفورماتيسيان زاد على السوفت سكيل. الوغ توا نجيو للديجيتال. الوغ الديجيتال يقول قايل شنو علاقة الديجيتال بالسوفت سكيل؟ تنشوفوا هذايا الديجيتال هو مبدئيا عنده دي كومبيتونس خاصين به. شنو هما لي كومبيتونس؟ لوبسيرفاسيون انك تلاحظ، لانتيسيباسيون انك تكون تستشرف الوضع، والانتربريتاسيون تاع المارشي. الوغ كومبيتونس ثانيه كيفاش تعدى من الغوشيرش ديفلوبمون للانوفاسيون، معناتها كيفاش تعدى من التخمام في برودوي والبحث لللونسمون تاع البرودوي. كومبيتونس ثالثه كيفاش تفهم لي دوني بيك داتا وكيفاش تستعملهم تو لي موبيليز. كومبيتونس الرابعه كيفاش تو تورغانيز بور رياجير في الوقت اللازم. الكومبيتونس الخامسه كيفاش تو كري ان اكسبيريونس كليون. الانسان كي يشري سيرفيس لازم يعيش تجربه هكاك يعجبو السيرفيس يولي يزيد يشري دوتر سيرفيس. اخر كومبيتونس ديجيتال كيفاش تو كونستروي اون ايكيب قويه عندها بوتنسيال ديجيتال قوي. هذوما لي كومبيتونس ديجيتال لحد ما لما فيهم السوفت سكيلز. توا السوفت سكيلز علاقته بالديجيتال عندك فما اتيود نتاع مونستر اللي هو سيرفيس نتاع بورتاي دومبلوا كبير ياسر في العالم جوب بورد يقول لك 90% من لي ريكروتور يل بونس كو لي سوفت سكيلز يل فون كونتينيو دو بروندر دو لامبورتونس دون لي زاني افنيغ على خاطر لي روبو ما عندهمش لي سوفت سكيلز هذوكم ماهمش كابابليه باش يخلقوهم ولا باش يعاودوهم. صحيح. دونك لي سوفت سكيلز هي الخاصيه نتاع الانسان ضد الروبو. وزاد الانتليجونس ارتيفيسيال زاد نتصور انا با دو سوفت سكيلز. يعطيك صحة كي يقولوا روبو معناتها انتليجونس ارتيفيسيال معناتها الخاصية اللي انسان يتميز بها على الروبو هو لي سوفت سكيلز. الوغ توا نخلطوا البارتي الأخرانية وبريسك كملنا. الوغ اليوم توت لي زيتود نوتامون اون اتيود او بي جي تقول الديجيتال اليوم بلوس كو جامي يستحق لي سوفت سكيلز بارادوكسالمون معناتها معناتها رغم اللي هو الديجيتال لي كومبيتونس تاعو مش سوفت سكيلز ما يستحق سوفت سكيلز. كيفاش؟ اليوم باش تبدا انت تخدم في الديجيتال تكون فليكسيبل تو تادابت تكون عندك لسبيد ديكيب ولازم تكون عندك لانفي دابخوندر لا كيوريوزي. اوكي الفضول الفضول الباهي هذاك علاش انا كي نقري في الجامعه ديما لي زيتيديون تاعي نقول لهم يا ولاد يا بناتي الكولتور جينيرال الثقافه العامه مهمه ياسر. اقراوا الجرايد ادخلوا سيت انترنت اتفرجوا في لي زيميسيون باش تكتشفوا العالم وتفهموا كومون لو موند فونكسيون ولي زونتربريز اكسيتيرا. الوغ tout ce qui est technique on peut se former très rapidement c'est lié la courdo ou بصوم معناتها رخيصيس par exemple عندنا نعطيك اكزومبل تاع une entreprise tunisienne زي تعرفت عليها اخيرا كيفاش ما تعمل كان على soft skills في ميتير تاع ديجيتال. تجي تقول لك يا خويا هي اونتربريز تونيزيان تاع سيرفيس انفورماتيك تقول لك ما حاجتيش بيك شنو قاري انت تنجم تجي قاري فلسفه عربيه اللي هو فيا اما شنو التيست الوحيد اللي تعمله الانسان بعد لونتروتيا تحطه قدام ماكينه اورديناتور وتعطيه مشكله في الاورديناتور في الورد لازم يحلها لازم يحلها ريزوليوشن بروبليم هذاك التيست الوحيد. تنجم تكون قاري فلسفه
وتعدي تيست هذاك يريكروتي وتكون شكون قاري انفورماتيك وتعدي تيست هذاك وما ياخذوكش ما تنجحش فيه ما ياخذوكش. هذايا مهم ياسر يقول فيه علاش؟ خاطر هذايا اسبوار امل كبير لالاف الاف الاف الطلبه والمتحصلين على شهيد توانسه فك لي فيليير اللي نسميهم ميتا مورت اللي هما نتاع لي جومانيتي اللي هما فلسفه عربيه تاريخ جغرافيا اللي ما عادش فيهم برشا ريكروتمون معناها يقولوا ما عادش فيهم ريكروتمون لا معناتها في المجال نتاعهم في مجالات اخرى بيان سور ينجموا جي كومبري فهمت بالعكس هذا في المجال نتاعهم يريكروتي شويه كمان نجم يعمل معلم استاذ اكسترا فما برشا ولاو عندنا تو كم جوستومون فما برشا معلمين واساتذه فما دي كونكور يتقدموا 15000 باش ياخذوا منهم 200 دونك هذوما العباد محبطين ويقعدوا في الشماش بالعشرة سنين علاش العباد هذوما نستحقوا لهم علاش على خاطر هذوما عندهم دي سوفت سكيلز ونجموا نفورميهم في الديجيتال صحيح. او الشركات العالميه يريكروتي عباد عندهم فلسفه وتاريخ وجغرافيا وعربيه وفرنسيه تزرع علاش خاطر العباد هذوما جايين من عالم مش تاع المؤسسه مش تاع الانتربريز دونك عندهم نظره للعالم مختلفه كي انتريس لي انتربريز اوريجينال كل ويشوفوا لي سوفت سكيل تاعهم بعد قلت مش مشكل الديجيتال نفورميهم فيهم وانا ننصح الدبلومي نتاعنا من لي فيليير هذوما نتاع العلوم الانسانيه اللي ماهمش محظوظين معناتها نظريا ننصحهم يفورموا ديجيتال وحدهم اليوم احنا ما عادش نعملوا على الانتربريز باش تفورمينا نفورمي روحي واحد سافابيل لوتو فورماسيون كيفاش ينجموا ياخذوا دي سيرتيفيكاسيون غراتويت على الانترنت بلاش زيرو ميلين دي سيرتيفيكاسيون معناتها سيرتيفي من المؤسسات العالميه كيما جوجل واي بي ومايكروسوفت بلاش كيفي يعملوا ريشيرش على الانترنت وكان يحبوا الاصدقاء والصديقات يجيوني في الباج نتاعي في فيسبوك ولا لينكدين ويتواصلوا معايا ونجم نعطيهم شنو هما لي فورماسيون هذوما اللي نجم ياخذوه بلاش تري بيان تري بيان وبلاش ويحطوهم في الدوسي نتاعهم يتفورميو ويمشيو يقدموا روايحهم معناتها للمؤسسات يقولوا عندنا لي كومبيتونس تاع ديجيتال وعندنا لي سوفت سكيلز اي فوز الي فوار اي زون بوكو دو شانس دو تري ريكروتي. ميرسي انيس ميرسي ميرسي سامي شكرا على التوضيحات هذه الكل وان شاء الله نتلاقاو لا سيمين بروشين في نوفيل انستون ديجيتال احنا تو باش نسمعوا تيتر دو دي دي انجلي اوريجينير دو ويست تشيلينغتون اليكس ايدير هيز لاست تراك تروبيكال هاوس ريل فور مي